هذا لكسس 2017 بريمي 442 معرض البحرين. طبعا التغييرات اللي صارت قلت لكم قبل، اضافوا وشوفوا قصتها حقت مراية اللي هنا، وحطوا كتابة وسووا اضاءة كتابة لكسس تنزل من تحت مراية اللي هي هنا. شوف هذه القصة اللي يقول، هذه قصة مراية، وعندك هنا اضافوا كتابة لكسس هذه. اول كانت نور لمبة بس، الحين صارت كتابة لكسس. واضافوا زر تشغيل الكشاف حق الضباب اللي هو هذا، شغل الكشاف. عليكم السلام. هذا زر الكشاف حق الضباب اشتغل، صار له زر تشغيل. احنا اصلا موجودات من قبل كشافات حق الضباب، بس الحين خلوه تشغل مو بالزينة. اوريكم زر التشغيل، اضافوا هذا هون. هذا زر التشغيل حق الكشاف، شوفوا هذا زر التشغيل صار كذا يشتغل، هذا صار زي كذا. صارت الحين بالعربي اخيرا، تويوتا حطوا شيء عربي. شنو كل شيء بالعربي عشان يسهل على الواحد شلون استخدام. شوف كل شيء بالعربي الا بعض الاشياء هذه، والباقي ما تغير شيء، نفس الموتر بالضبط، بس ثلاث اشياء اللي هي اضافة زر تشغيل حق كشاف الضباب الخلفي اللي بالصدام الخلفي، وكتابة لكسس على تحت مراية هنا، والكشاف حق الضباب تشغيل الكشاف، ثلاث اشياء بس. هذا بريمي سعره 442. هذه القصة الجديدة. ألفين وسبعة عشر معرض البحرين. طبعا فل كامل رادار ونقطع مياه، مشاهد خلفية، 442 بريمي.